بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبائي، تتذكروا بآخر محاضرة بالأوتوكاد حكينا، راح نتكلم عن سؤال بعض الطلاب، أعتقد مهندسة رانيا سألتني عن كيف أدخل الجوجل ماب وأخذه في البرينتينج، أعمل له لي أوتينج بشكل عام. نجاوب السؤال عن طريق إني أروح على الموديل أريا، وحندخل من إنسرت، حندخل الجوجل لوكيشن، هختار فروم ماب، ولتسي اني اخترت منطقه في مثلا نيويورك، لتسي المنطقه اللي هون. اوكي، حطيت الاريا، بدي مبنى معين في اي منطقه، مش كثير مهم الموضوع، بس بيهمني بتسي هاي المنطقه. اوكي، هاي الديتيلينج بدي اياها. نعطي الاليفيشن او نعطي رايت كليك ونعمل دروب للماركر هير، المنطقه هاي ممكن نسحبه نحطه باي مكان. نعطي الان نتحدد الاليفيشن، اذا بيهمنا الاليفيشن كم، نعطي نيكست. الآن مش كثير بهمني الجي اي اس لأنه هذا بنيويورك، فأعتقد حيكون ان واي ال1 حيكون مناسب له، حيكون بالميترز. اوكي، مش كثير مهم هذا بهم مين اللي بتعاملوا مع الجي اي اس سيستم، كوردينيت سيستم، بهمه بالضبط يكون القراءات حقيقيه. احنا بهمنا ناخذ صوره، مع انه اليونتس عندنا هون بالفوت، بس احنا اخترناها كميترز عشان يحوليها من فوت لميترز لما اقراها. بعطي نكست، نحدد المكان، اي مكان تسي هون، والآن بده اتجاه الشمال، حددنا لتسي في المنطقة الأعلى، حطي F8 exactly الأعلى. استنى ثواني، أعطانيها بشكل مباشر، بهي الحيثية. ممكن أختار الآن، حختار منطقة مربع، يعني هي حتكون اللي أوتين بشكل عام. ما تعطوا attention لموضوع الصورة، حاشيلها بعد شوي، وما أثرت على اللي أوت، ما لها علاقة أبدا باللي أوتين اللي اخترته، لانه ما بيطلع في الطباعه اصلا هذا الاوردر الا لما اختاره انا. فاحدد ريكتانجل، ممكن يكون ريكتانجل لاي منطقه، لتسي مثلا المنطقه هاي كلها حاعملها سيلكشن بهالطريقه. حاب احكي عن المنطقه اللي هون، لتسي فرسمت مبدئيا مربع او مستطيل حولها على اساس اني اعرف بالضبط وين منطقتي. الان حروح على قائمه انسيرت، ومن قائمه اللوكيشن حختار كابتشر اريا، هختار كابتشر اريا عشان اطلعها في البرينتينج. كليك، ممكن احدد الان الزاويه الاولى، او ممكن اختار كل الفيو بورت كامل، بصير انا حددتها عشان اعرف بالضبط منطقتي. فهختار كابتشر للاريا من الزاويه اللي هون للزاويه المقابله، كليك، لان هاي المنطقه تم اضافه لوجو خاص بالجوجل، هاي اتفاقيه بين جوجل وبين اوتوديسك عشان حقوق الملكيه، يعني حفاظ على حقوق الملكيه. الآن ممكن أخذها مباشرة على الـ Layouting، أروح على الـ Layout وأفتح مربع بالمنطقة اللي هون، لتسي ممكن يكون مربع بدل هاي مثلا، لتسي إنه بدل هاي بالضبط. دبل كليك، هعمل زوم أوت وحختار الماب، أو أعمل كريشن لواحد جديد عشان يعمل ريفرش، نعمل كنترول زي أندو، هعمل أندو، هعمل كريشن لواحد في المنطقة لتسي اللي هون، بدي إياه يطلع اللوكيشن هون، هختار Layout، ومن Layout هختار ريكتانجل. حيكون الريكتانجل في المنطقة سي هاي مثلا، بديها في المنطقة اللي هون. الآن مباشرة أول كريشن، الأول فيو بورت ريكتانجل أو دائرة كان، هو عبارة عن بيستدعي مباشرة الصورة. دبل كليك، وحقرب الصورة أكثر بحيث تكون تابعة للطباعة في البرينت أوت. فظهر عندي اللوكيشن زي ما أخذته بالضبط، وباقي المنطقة مفرغة ما لها علاقة في الموضوع. دبل كليك برا عشان أثبتها. طبعا ما في داعي للسكيل، يعني ما في هون يعني قانون للسكيل بالنسبه للصوره، لانه هذا احنا نتكلم عن زوم في الاعلى، فهو بالنهايه تكبير وتصغير مش اكثر. تمام. الان برضو كمان اجاني السؤال انه الاي زيرو حضرها موجوده عندي هون في اللي اوتنج؟ لا مش موجوده. حختار القطعه نفسها وحروح على هوم او انسرت، ومن انسرت حعمل اديت للبلوك، هذا بلوك بالنهايه، حعمل له اديت واروح اعطي اوكي، لانه هذا هو الليفل اللي انا بدي اياه من البلوكات اللي عندي في المشهد، هذول كلهم عندي في اوتوكاد. اعطي اوكي واروح على اي زيرو واعملها ديليت واعمل له موافقه، يس سيف تشينج. فصفت عندي بهالطريقه مع الجوجل ماب اللي سالته عنه في المحاضره. انا بعتذر بصراحه انه ما تم اضافته المحاضره الماضيه لضيق الوقت، وانا بخدمتكم باي وقت عندكم سؤال او استفسار، انا بخدمتكم ان شاء الله. ونشوفكم قريبا، والسلام عليكم جميعا.